لو الحكاية فيها إن فيبي. إيه رأي حضرتك في زيادة الضرايب على بعض المنتجات اللي هي الكمالية مش الأساسية، يعني بنسبة من 10-60% تقريبا، قرار نزل النهاردة، إيه رأي حضرتك فيه؟ بصراحة رأيي زي رأي العامة يعني، وفي نفس الوقت أنا حتى سواء إن أنا رأيي فيه أو مش رأيي فيه، أنا بحب إن الحاجة اللي اتطرحت أساسا يا إما أرتضي بيها يا إما ما أرتضيش بيها وأعترض، يبقى لازم أغير وأنا ما في إيديش حاجة أصلا عشان أغير حاجة، يبقى ترتضي أرتضي بالموضوع وبسيره بعد يعني، ما بزودش أكتر من كده، بحاول إن أنا مثلا أساعد الإنسان اللي قدامي، لو لقيت إن هو مش هيقدر إن هو يشتري السلعة الغالية ممكن إن أنا أدله على بديل رخيص في نفس الوقت يأدي نفس القرار. والله أنا شايفة إن الأسعار ابتدت تعلى كل مدى ما بتعلى، والتجار ما بيصدقوا إن هما يعلوا، فمش عارفة يعني طب آخرتها إيه؟ أكيد هي السلعة الكمالية ده حاجة أساسية في البيوت، بس قصة الزيادة دي أنا مش معاها طبعا. في طبعا البلد على مستويات، في حد ممكن يجيب السلعة دي بالإمكانيات دي، في واحد ما يقدرش يجيب. لا والله أنا أول مرة أسمع عنها، بس طبعا أنا مش راضي عنها، وأنا شايف إن دي سلع إحنا بنحتاجها يعني على طول، يعني مش استفزازية زي ما تقول. لا مش استفزازية الزيادة لو على السلع المستوردة، موافق طبعا تماما 100%. ليه؟ يعني لازم نشجع الصناعة بتاعتنا، لازم الصناعة بتاعتنا تقوم، لما الصناعة بتاعتها تشتغل الكواليتي بتاعتها هتزيد، وبالتالي تبقى بعد كده تنافس. يعني لما السلع المستوردة تزيد الناس هتبطل تشتريها فتلجأ تاني للمصر، هتقل من الشراء طبعا عشان مش كل الناس هتقدر تشتريها، فبالتالي يعتمدوا على مصر، وده المفروض. والله لو كلها استفزازية أنا موافق، لكن هي كلها معظمها حاجات أجهزة كهربائية أساسية وملهاش بديل محلي، والبديل المحلي بتاعها حاجات دون المستوى، يعني المفروض تبقى حاجات يعني اللي احنا بنعلي بيها التعريفه بتاعتها، حاجات ملهاش بديل محلي محترم، يعني السوق المحلي مش مؤهل ان ينافس المستورد خالص. حتى اللي بيصنع في السوق المحلي، بحكم ان انا شغال في نفس مجال الاجهزه الكهربائيه، البديل المحلي اصلا 80% او 70% منه استيراد يعني، وبالتالي التجار هنا بيشوفوا ايه المستورد قد ايه وبيعلوا عليه، فالحاجه ام 1000 بتزيد بتبقى ب2000، وفي الاخر كل التعريفات وكل الضرائب ما يعني اللي بيدفعها الفاتوره دي كلها المواطن المصري البسيط اللي هو المستهلك الاخير، التاجر ما بيدفعش اي حاجه. بالنسبه للسلع، بالنسبه لموضوع الغلاء، موضوع الاكل هو اكتر حاجه خاصه دلوقتي، ما حدش بقى له بعد كده هتلاقي حضرتك الطبقات العليا بس هي اللي هتخشها بسبب الغلاء، الحاجه بتغلى ضعف الاضعاف، مش بتغلى حاجه حاجه، حتى الجبن والحاجات البسيطة دي، حتى الجبن والحاجات البسيطة بالظبط كده، مش الحاجات المستوردة، والحاجات المصري بتغلى معاها مع الهيصة بمعنى أصح سنة دي. هو طبعا زادت بنسبة كبيرة قوي، وطبعا داخل الموظف هو والحاجات عمالة تزيد.